لو يشكو القلب هموما قد باتت فيه تمحوها بسمة طفل حين نلاقي ما أجمله قلب يحمل هم أخيه في العسر له يسر في الحزن يواسي كن عونا للناس دوما تنادينا خواطرنا أجيال تحلم يوما بعلى الأوطان وشباب يحمل أملا لبني الإنسان نبني المجد لنرقاه وليقوى البنيان كن بالناس رحيما مد يد الإحسان كن عونا اليوم قمنا بفعالية زيارة المريض اللي هي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم عودوا مرضاكم. قمنا بزيارة أقسام الرجال وأقسام الأطفال وهنناهم بسلامتهم وتمنى لهم الصحة والعافية، وإن شاء الله احنا ندعو المجتمع الفلسطيني إنه يتمسك بهذه القيم والعادات والسنة النبوية الشريفة اللي دعت إلى زيارة المريض والإحسان إلى المحتاجين. هاي المشاركة بنعتبر انه راح تحقق للمرضى في نفسياتهم حافز وينشطوهم يعني ويكون سبيل في انهم يعني يكون خير في العلاج لهم يعني.